حلقة ثانية أيام الأسبوع من لوج إن بلشت لنواكب سوا آخر وأهم الأخبار اللي تصدرت الترند وشغلت العالم، والبداية مع العناوين. بأولى أخباري عن هبوط طائرة ببيروت رغم القصف، أما ثاني أخباري عن كلب ترأس البرلمان الإيطالي، وآخر أخباري عن مشعوذ ادعى القدرة على علاج السرطان. هي كانت العناوين، وصار الوقت لحتى نبلش بأول لوج إن على إنستغرام. شهدنا بالأمس مشهد محزن ومؤسف لتصاعد أعمدة الدخان في محيط مطار بيروت جراء سلسلة غارات عنيفة من الكيان الصهيوني والاستهدافات المباشرة للأبرياء والمدنيين. الهدف هالمرة كان جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله بعدة مناطق في البقاع وضاحية بيروت الجنوبية. بالتزامن مع هالغارات شهدنا لحظة هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط اللبنانية في مطار بيروت الدولي. رح ننتقل سوا لثاني أخبارنا لليوم على إكس. قبل ما يتم التصريح بالسماح للحيوانات الأليفة بمرافقة النواب داخل البرلمان الإيطالي، بخبر اليوم في كلب حجز مقعد مميز. ببساطة ترأس المنصة بجلسة البرلمان الإيطالي، والسبب الأول كان اليوم العالمي للحيوانات، أما السبب الثاني كان مناقشة مشروع قانون تمكين الحيوانات الأليفة من حضور البرلمان برفقة أصحابهم من النواب. فهل يا ترى سيتم القرار بحجز مقاعد للكلاب والقطط بالبرلمان ولا لا؟ وآخر لوج إن ضمن حلقتنا على فيسبوك. عرف أم مشعوذ تونسي يدعى كمال المغربي يرقي ويعالج الأمراض حتى مرض السرطان بالإبريق. طبعاً قنع الناس وكسب ثقتهم واستدرجهم بعد ما ادعى أنه مرخص من الدولة لممارسة الرقية الشرعية، يعني وهم الناس بأنه عمله قانوني بالرغم من إغلاق مقره سنة 2016، إلا أنه ما وقف عن شغله واستمر بالعمل على الإبريق. ألقت الشرطة التونسية القبض عليه ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات بعد توجيه عدة تهم إليه، ومن هون تبييض الأموال والتهريب الضريبي والشعوذة بعد سنين من العمل تحت مسمى حكيم روحي. هيك كون وصلت لآخر أخباري معكم لليوم، والأكيد ضمن حلقاتنا القادمة من لوج إن حنواكبكم بآخر وأهم الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. لاقونا يومياً على شاشة قناة سما الفضائية، ومن اليوم لبكرة تبقوا بألف خير يا رب.